المفوضية تواصل استعداداتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل وتكشف النقاب عن آلية تصويت جديدة في الانتخابات المحلية السودان يفتتح مركز أمراض الدم وزراعة نقي العظام في مدينة الطب ويوجه بمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع مستشفى الشعب خلال عيد الأضحى المبارك أمين بغداد يعلن افتتاح كورنيش أبو نؤاس والكاظمية الطرق والجسور تتابع مشاريع فك الاختناقات المرورية مرصد الظهيره اهلا بكم استقبل رئيس تحالف قوي الدوله الوطنيه السيد الحكيم رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقه لا سيما بعد اقرار قانون الموازنه وإنجاح الاجتماع الأولي فيما يتعلق بطريقة التنمية. وشهد اللقاء التأكيد على دعم الرؤى والمسارات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الإصلاحات في بنية الدولة وتعزيز الاستقرار في أنحاء العراق بما يساعد في تنفيذ الخطط التنموية التي من شأنها أن ترتقي بالوضع الاقتصادي والمعيشي في العراق وأشاد السيد الحكيم بمساع السوداني في الانفتاح الإقليمي والدولي واعتماد منهج الاعتدال في التعاطي مع قضايا المنطقة مجددا تأكيده على أن التحدي الحالي تحدي خدمي داعيا إلى تحشيد مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات مع أهمية الفصل بين المشاريع الآنية والمشاريع الاستراتيجية وحمل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية الجميع مسؤوليه دعم الحكومه لاستثمار الفرص الثمينه للانتقال من مرحله الاستقرار الحالي وتحويله الى استقرار دائم. أوضحت المفوضيه العليا المستقله للانتخابات اخر استعداداتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات. وقالت المفوضيه في بيان لها ان استعداداتها لانتخابات مجالس المحافظات هو البدء بتسجيل التحالفات والاحزاب والمرشحين في تموز المقبل مع استمرار المراكز الانتخابيه بتحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقات البيومترية واضافت ان كوادر المفوضيه ما زالت تتدرب مع الاستعداد لرفع مستوى التسجيل والتحديث وتوزيع بطاقات الناخب بواسطه الفرق الجواله التي تدعمها المفوضيه مشيره الى انه تمت مخاطبه الوزارات للمساعده في ذلك وتسهيل عمل الفرق الجواله هذا واشارت المفوضيه العليا المستقله للانتخابات الى اعتماد اليه جديده للتصويت اكدت انها ستتجاوز مشكله توقف اجهزه التصويت اقالت المفوضيه في بيان لها ان اليه التصويت في الانتخابات المقبله تختلف عن الانتخابات السابقه لافتة إلى أنه في الانتخابات الماضيه كان الناخب يختار المرشح أما الآن فإن الناخب يختار القائمة والمرشح وأكدت أنه في حال تم اختيار القائمة من دون المرشح فإن الصوت يذهب إلى القائمة وفي حال اختيار المرشح من دون القائمة فإن الورقة الانتخابية تهمل. تواصل المفوضيه العليا المستقله للانتخابات استعداداتها لاجراء الانتخابات المحليه بموعدها المحدد فيما يرى مواطنون ان على الناخب تقع مسؤوليه اختيار الامثل ومن يتمكن من تقديم الخدمات. المزيد في تقرير احمد الزيدي. أكثر من ثمانية ملايين ناخب عراقي من أصل ثلاثة وعشرين مليون ناخب لم يُحدثوا بياناتهم البيومترية حتى الآن، رغم الجهود التي تبذلها مفوضية الانتخابات لتسهيل إجراءات التحديث على المواطن. قرابة 900 مركز اعدته المفوضية في عموم البلاد من اجل القيام باجراءات التحديث بالاضافة الى الفرق الجوالة التي ستنطلق في الاحياء والدوائر والمؤسسات الحكومية من اجل الوصول الى اكبر عدد من المحدثين. في عملية تحديث سجل الناخبين المفوضية راح تسير فرق جوالة في الحقيقة لاستهداف التجمعات السكانية ومساكن المواطنين ودوائر الدولة في سبيل رفع نسبة التحديث عندنا 906 مركز منتشرة عموم المحافظات اللي راح تجري انتخابات مجلس محافظات أثناء عملية التحديث راح التغييرات اللي تصير أنه المواطن من حقه يغير مركز اقتراعه إذا تحول من محافظة إلى محافظة أو من منطقة إلى أخرى وعمليات حذف المتوفين والتصحيح والإضافة مسؤولية كبيرة يتحملها الناخب العراقي بضرورة تحديث بياناته واستلام بطاقته بحسب مواطنين لضمان المساهمة الحقيقية في عملية الاختيار وتفويت الفرصة على الفاسدين من سرقة الأصوات الانتخابية. وبالتالي فان التهاون في هذه القضيه سيفتح الباب لاستغلال الاصوات وسرقتها. سواء كان يريد يشارك او ما يشارك خلي تكون عنده بطاقته حتى البطاقه مالته لا تسرق وتتجير الى شخص اخر او الى فاسدين. المفروض ان المواطن العراقي يختار يختار بين الزين والمو يعني هو لا لا عف ما راح انتخاب او ما حدث بطاقه البايومترية. يعني راح التقريب الصوت ينسرق المفروض بالمواطن المفروض يراجع يحدث يحدث بطاقة الانتخابية حتى لو ما يروح ينتخب بس مهم يحدثها على مود شنو يسجل بأنه هذا الآخر وتنتظر البلاد استحقاقا انتخابيا لاختيار مجالس المحافظات التي ترتبط فيها أغلب الملفات الخدمية وبالتالي فأن المواطن هو الفيصل في اختيار الممثلين الحقيقيين شريطة عدم التهاون في تحديث واستلام البطاقات الانتخابية ويشكل تحديث البيانات البايومترية أحد أهم خطوات المشاركة في العملية الديمقراطية الوسيلة الضامنة لعدم سرقة الأصوات الانتخابية لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد وفي وقت سابق حدد مجلس الوزراء يوم الثامن عشر من شهر كانون الأول موعدا لإجراء الانتخابات في مجالس المحافظات وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان ذلك جاء التزاما بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومه واقره مجلس النواب في شهر تشرين الاول الماضي وفي السياق استبعدت مفوضية الانتخابات إمكانية إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان ومجالس المحافظات معا وقال بيان للمفوضية إنها ستباشر بتنفيذ جدول عملياتها الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات اعتبارا من تموز المقبل عبر عشرة آلاف من موظفيها لتحديث سجل بيانات الناخبين و250 الف متدرب عند اجراء عمليه الاقتراع. وكان رئيس الجمهوريه عبد اللطيف جمال رشيد حدث في وقت سابق بطاقته البايومتريه وذلك خلال ممارسه جرت في رئاسه الجمهوريه لتحديث البيانات الانتخابيه. وحث رئيس الجمهوريه على ضروره تكثيف الجهود لاستكمال تحديث الناخبين لبطاقاتهم الانتخابيه من اجل ضمان حق المشاركه حيث اكد اهميه اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر ليختار العراقيون القيادات المحليه التي تمثلهم مشيرا الى ان رئاسه الجمهوريه تقدم الدعم والاسناد لتحقيق اتمام العمليه الانتخابيه بيسر ونجاح عقد في الديار المقدسه بمكه المكرمه مؤتمر يوم العراق تحت شعار ان هذه امتكم امه واحده برعايه بعثه شهيد المحراب المؤتمر شهد حضور عدد كبير من الحجاج العراقيين ورجال الدين وممثلي بعثات مكاتب المراجع الدينيه وركز الحاضرون على ضروره اغتنام فرصه موسم الحج في تدعيم الوحده الاسلاميه بين العراقيين وبين عموم المسلمين كما وناقش المؤتمر التحديات الانيه التي تواجه المجتمعات الاسلاميه وكيفيه التصدي لها وأكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم في كلماته التي ألقيت في مؤتمر يوم العراق في مكة المكرمة على عدة متبنيات السيد الحكيم شدد على ضرورة استثمار الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد والانطلاق بنهضة عمرانية كبرى وقال سماحته أن شعيرة الحج العظيمة تتيح للمسلمين المؤمنين ان يتزودوا باكبر قدر من الفيوضات والبركات الالهيه المنزله كلا على قدر استيعابه وحضوره الروحي والنفسي. أضاف أن رسالة التضامن والتعاون والتكاتف والتعاضد بين المسلمين تتجلى بابهى صورها الاجتماعية في شعيرة الحج، وهي رسالة يجب أن تبقى عالقة وراسخة ومستقرة في عقول وأذهان أبناء الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان. كل ذلك في دوره اخلاقيه مكثفه يراد لها ان تكون طابعا عاما وسلوكا مستمرا في حياه الانسان المسلم اتجاه نفسه والاخرين السيد الحكيم دعا الحجاج العراقيين والمسلمين في كل مكان الى التكاتف والتحابب والتعاون في سبيل الله ومن اجل وطلب لمرضاته كما ودع الحجاج العراقيين الى الانفتاح على كافه حجاج بيت الله الحرام الوافدين من محيطنا الاقليمي او البقاع البعيده للتاكيد على الوحده الاسلاميه وقيم الاخوه وفرص التعاون الكلمات التي ألقيت في مؤتمر يوم العراق المنعقد في الديار المقدسة بمكة المكرمة في نسختها الواحدة والثلاثين ركزت على وحدة الأمة الإسلامية ومواجهة التحديات الاجتماعية والفكرية التي تواجه واقع المجتمعات الإسلامية المزيد في تقرير نور سعيده بالقرب من البيت الحرام اجتمع الحجاج العراقيون من كل شبر من ارض البلاد على امر واحد وهي وحده الامه الاسلاميه على مختلف مذاهبها ومشاربها في مؤتمر يوم العراق بنسخته الحادية والثلاثين والذي أقامته بعثة شهيد المحراب في الديار المقدسة كان الحديث عن مناسك الحج والفوائد العبادية والاقتراب الروحاني من قدسية المكان من اعتلى من بر الخطابة تحدث بصدق عن عمق الحاجة إلى الرجوع للتعاليم الإسلامية على المستوى الاجتماعي والنفسي كلمات عن ممثلي المراجع صبت في بوتقه واحده وهي المسؤوليه الاجتماعيه في مواجهه التحديات الاجتماعيه والفكريه. السنوي هذا ظل طيله العقود الماضيه يمثل اجتماعا لوحده العراقيين وانعكاسا لهذه الوحده في حجهم وشعائرهم كما في وطنهم ومجتمعا في بلادنا الحبيبه ونحن اليوم إذ نعلن تمسكنا برسالتنا الإسلامية وقيمنا الإنسانية وأهدافنا الوطنية فإننا ندعو هذا الجمع الكريم والعراقيين والمسلمين في كل مكان إلى التكاتف والتحابب والتعاون في سبيل الله ومن أجله وطلبا لمرضاته ونحن في العراق أيها الجمع المبارك يا حجاج بيت الله الحرام أيها الأكارم نحتضن الأمتين أمة الخلق وأمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذا العراق الذي أراد به الخير أن لا يكون إلا أن الله سبحانه وتعالى بوحدة أبنائه وبدمائهم وبتضحياتهم وبمحبتهم وبتكاتفهم قد جمع الله سبحانه وتعالى على الخير ودفع البلاء ونسأله تعالى بحق هذا البيت المعمور ومن أمه ومن بناه ان يحفظ العراق واهله وان يحفظنا واياكم ونحن اليوم في هذا اللقاء المبارك السنوي الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يدوم الى ما شاء الله تخليدا لذكرى شهيد المحراب الذي ضحى بدمه الطاهر لاجل العراق. شركاء الوطن في العراق من المسلمين على مختلف اعراقهم القوميه والدينيه اجتمعوا على كلمه سواء ان لا اله الا الله محمد عبده ورسوله بلغ رسالات ربه والقى الحجه على الناس اجمعين. اي فرصة يوفرها موسم الحج للمسلمين عامه بالانفتاح والمراجعة والحديث عن وحدة الأمة الإسلامية التي حملها شعار المؤتمر إن هذه أمتكم أمة واحدة. أهل البيت هم الوراث الحق ووراث الشريعة بحق. الذين ورثوا العدل والسماحه والنور، وقرأوا للاسلام القراءه التي تكسبهم السعاده الابديه والعز السرمدي، فهم الذين ورثوا هذا العلم وهذا النور من سيدنا رسول الله. فالاسلام يحث اتباعه على الاعتصام بحبل الله جميعا، وينهاهم عن التفرق والاختلاف. ولذلك شرع لنا ديننا ولذا, ولذا شرع لنا ديننا الحنيف الاجتماع والتعارف والاتحاد والتالف والمتامل في كثير من معالم هذا الدين العظيم يجد ان كثيرا من الطاعات الكبرى تؤدى في صوره جماعيه مؤتمر يوم العراق فرصة لتجديد العهد عند بيت الله الحرام على أن تكون الوحدة للمسلمين كافة وترك الخلافات والالتفات إلى قضايا المسلمين الرئيسية ومواجهة التحديات الآنية. نورا سعيد الفرات واجرى وفد شهيد المحراب برئاسه السيد حيدر الحكيم زيارات الى بحثات مكاتب المراجع حيث زار بعثة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني في المدينة المنورة. كما وزار الوفد بعثة مكتب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي. وبحث البعثتان أوضاع الحجاج وكيفية معالجة المعوقات التي ترافقهم وتقديم مقترحات بذلك. لا سيما ما يخص كبار السن من الرجال والنساء. كما زار الوفد بعثة مكتب المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض في المدينة المنورة بالديار المقدسة كما وزار الوفد بعثات المراجع في المدينة المنورة ومكة المكرمة افتتح رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مركز امراض الدم وزراعه نقي العظام في مدينه الطب رئيس الوزراء اكد ان هذا المركز فريد من نوعه لكون تخصيصاته ويقدم خدمات لمرضى سرطان وامراض الدم مشيرا الى انه نفذ من قبل المواطنين بالتبرع والدوله وهذه حاله نادره تحصل لاول مره فيما لفت الى ان هذا المركز سيسهم في تقليل كلف العلاج التي كانت تذهب خارج العراق والتي تثقل كاهل المواطن أضاف إنه تم وضع تخصيصات مالية في الموازنة الثلاثية لتأمين الأدوية للأمراض المزمنة ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني اجتماعا لمتابعة مشاريع المستشفيات المتلكئة بحضور وزير الصحة وممثلين عن وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية وفريق المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان إنه جرى خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من التوجيهات خلال زيارته إلى مشروع مستشفى الشعب العام في جانب الرصافة من بغداد حيث وقف رئيس مجلس الوزراء على أهم أسباب تلكؤ المشاريع ومشاريع المستشفيات المتلكئة الأخرى ووجه بمعالجتها ورفع النتائج إليها اضاف البيان ان السودان يوجه بحسم المتعلقات الماليه الخاصه بالشركات العامله على هذه المشاريع وكل ما يتعلق بالخدمات الاساسيه والبنى التحتيه المرتبطه بها لافتن الى اهميه استمرار بمتابعه تنفيذ الحلول التي سبق اقرارها والالتزام بالتوقيتات الزمنيه المتعلقه بالتنفيذ من اجل ادخال هذه المستشفيات الى الخدمه في اقرب وقت ممكن في الديوانيه تم افتتاح مركز صحي فرعي في حي الحكيم الرابع المشروع جزء من خمسه مشاريع استثماريه لتطوير الواقع الصحي في المحافظه ليث صلاح ومزيد من التفاصيل هذا هو مركز الحكيم الصحي حيث نشهد عملية افتتاحه كصرح جديد سيسهم في الارتقاء بالواقع الصحي في الديوانية يقع هذا المركز في أحد الأحياء المستحدثة وتكمن أهميته في تقديم الخدمات الصحية لنحو ثمانية آلاف مواطن حيث تعمل صحة الديوانية على تجهيزه بكافه الاحتياجات اللازمه. سوف يتم تجهيزه بكامل المستلزمات والاجهزه الطبيه لخدمه الواقع الصحي ولخدمه ابناء هذه المنطقه وهذه المحافظه. وتسعى دائره الصحه الديوانيه ان شاء الله للارتقاء باعلى مستويات الخدمات الصحيه لابناء هذه المحافظه. القائمون على القطاع الصحي يتحدثون عن اعمال اخرى مماثله. يجري تنفيذها في المحافظة للنهوض بواقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مركز صحي الحكيم الرابع هو مركز صحي فرعي جزء من مشروع افتتاح عدة مراكز صحية طبعا هنا خمس مراكز صحية على الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة وحقيقة احنا وقعنا عقد اربع مراكز صحية اخرى ايضا في عدة اماكن طبعا مثل ما تعرفون الديوانيه شهدت الفتره الاخيره حمله اعمار واضافه عده مشاريع من ضمنها الاهتمام بالقطاع الصحي الاهتمام من قبل معالي دوله رئيس الوزراء وسيد وزير الصحة وحاليا سيد المحافظ أولى اهتمام جدا عالي بالقطاع الصحي وقد شهدت الفترة القريبة الماضية رفض بعض المراكز التخصصية بأجهزة حديثة متطورة في مسعى لتطوير الأداء الصحي والتخفيف عن كاهل المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية الملائمة للفرات ليث صلاح. الديوانيه عده مستشفيات تم افتتاحها خلال العام الماضي والحالي ومستشفيات أخرى عملت وزارة الصحة على تأهيلها وتطويرها حيث أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي إطلاق المرحلة الأولى لإعادة إعمار وتأهيل مستشفى اليرموك في جانب الكرخ من بغداد لأكثر من 380 سريرا ضمن أولويات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء فيما أعلنت دائرة صحة البصرة أن مستشفى السياب تم تصميمه وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية وبسعة 492 سريرا وستزداد بالفترة المقبلة. المستشفى الأسترالي وهو الآخر واحد من أهم المشروعات الاستراتيجية في محافظة الديوانية أعيد العمل به الآن بعد أن توقف لسنوات. هذا وتم افتتاح المستشفى التخصصي لامراض وجراحه الجهاز الهضمي والكبد في النجف الاشرف حيث يتكون من ست طوابق ويتالف من ستين غرفه منفرده اكتشف امين بغداد المهندس عمار موسى عن افتتاح الجزء الثاني من كورنيش ابو نؤاس وكورنيش الكاظميه مع قرب عيد الاضحى المبارك. وقال موسى ان امانه بغداد وضمن البرنامج الحكومي مقبله على خطه عمل متكامله. ابتدات بعض ملامحها تظهر في الشوارع. مضيفا ان الخطه ستتكمل بعد اقرار الموازنه وتخصيصات الاموال للنهوض بالواقع الخدمي في العاصمه اذ ستشهد المرحله المقبله تنفيذ مشاريع كبيره في العاصمه واوضح انه مع حلول عيد الاضحى سيتم افتتاح الجزء الثاني من كورنيش ابو نؤاس وكورنيش الكاظميه وانجاز شوارع موسى بن جعفر الكاظم بالاضافه الى دخول بعض شوارع مدينه الصادره واخرى في العاصمه بغداد للخدمه وبحله جديده أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلدية العامة مواصلة العمل وعلى مدار الساعة بتنفيذ مشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء في العاصمة بغداد وذكرت الوزارة في بيان أن الأعمال التي تشرف على تنفيذها دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة تتضمن حفر الركائز لمجسرات فضلا عن أعمال التوسعة لمسارات الطرق البديلة ضمن موقع المشروع للحفاظ على أنسيابية حركة المركبات وأضاف البيان أن الأعمال ستشمل أيضا إنشاء مجسر يربط شارع النواب وشارع شارع الإمام موسى بن جعفر وشارع الربيعي مع مقتربات الصعود والنزول. عقد مدير عام دائرة الطرق وجسور حسين جاسم كاظم اجتماعا للجنة الاستشارية للعام الجاري لمناقشة مراحل تطوير انجاز المشاريع الموكلة للدائرة في بغداد. وعموم المحافظات وأكد كاظم أهمية إكمال وتهيئة خطة الدائرة للمشاريع الجديدة لإدراجها واستحصال التخصيصات المالية اللازمة لها وجرى الاجتماع ملاقشة واقع المشاريع المدرجة ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد التي تشهد أعمالا مستمرة على مدار الساعة ومتابعة مراحل عملها فضلا عن مناقشه مشاريع البرنامج الحكومي التي حققت نسب انجاز متقدمه من اجل انجازها وفق التوقيتات المحدده والتاكيد على تفعيل دور مكافحه الفساد عن طريق تجديد دور الرقابه وضمان الشفافيه والالتزام بتحديث معلومات ونظام المتابعه للمشاريع نهايه مرصد الظهيره دمتم بسلام